شهدت وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد افتتاح المركز الطبي أفري إيجيبت للرعاية الصحية بمدينة جينجا الأوغندية، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن المركز تم تنفيذه بمشاركة وتعاون عدد من صناع الأدوية، مؤكدا حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بالمنظومة الصحية في أوغندا والدول الأفريقية الشقيقة في إطار عمل وترابط العلاقات بين مصر وجميع دول القارة.